تمكنت العائلات العراقية النازحة من العودة إلى مناطقهم بعد أن وفرت لهم الأمم المتحدة منازل جديدة في مدينة الرمادي. المزيد في سياق التقرير التالي. من حالة يرثى لها لحال لم يخطر على بالهم، تبدلت ظروف هؤلاء النازحين العراقيين. فهذه المنازل الجديدة والمهيئة للسكن شيدت بتمويل من الأمم المتحدة في مدينة الرمادي لاستضافة العائلات النازحة. ليس عليك أن تنظر بعيدا لترى سبب الحاجة إلى هذه المنازل، ففي الجوار هناك أنقاض لبيوت دمرت خلال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي. ومع الانتهاء من هذه المنازل الجديدة المنخفضة التكلفة، فقد تتمكن العائلات النازحة من العودة إلى المنطقة. اليوم 48 مسكن تم إكماله وتوزيع على العوائل المعوزة والمحتاجة والفقيرة من مجموع 200 وحدة سكنية كانت في هذا المكان تم تدميرها من قبل الإرهاب. هذه الحقيقة مرحلة من مراحل إعادة الاستقرار في المدينة، إعادة النازحين، إعادة المهجرين إلى مساكنهم، ومن ثم تمكين أبناء مدينة الرمادي بالمجمل من العودة إلى مساكنهم والاستقرار، لأن الحقيقة لا زالت كثير من العوائل لم تستطع العودة إلى دورها بسبب هدمها بشكل كامل، فكانت هذه الحلول الثانوية اللي ممكن أنه تساعدنا بعملية إسكانهم داخل مساكن قد تكون معقولة ومقبولة، أفضل من الخيام وأفضل من التهجير. هؤلاء الشباب يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على نظافة تلك المنازل التي يعتبرونها بمثابة إنقاذ لهم ولغيرهم من العائلات التي نزحت بسبب الحرب، ويقدرون بنحو 6 ملايين عراقي. من الصعب الإقرار بتاريخ محدد لانتهاء أزمة النزوح. نحن نرى الفرق الشاسع بين عامي 2016-2017 والآن. العودة أصبحت أسرع، أصبحت أكبر. نحن نرى العودة وإعادة سيرورة أو دورة الحياة، وخاصة في محافظة الأنبار، مدينة الرمادي بشكل خاص ومدينة الفلوجة. ومن خلال جولات يقوم وفد أممي بالتعرف على أحوال العراقيين ومعرفة كيف ستعيش تلك العائلات، إلا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لمساعدة النازحين. ورغم تلك المنازل الصفراء الجديدة، فإن عودة النازحين إلى ديارهم ليست بهذه السهولة، نظرا للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ونقص الأموال والوظائف، ناهيك عن مخاوف أمنية لا تزال تطاردهم.